والترغيب وتدخل السلطة التنفيذية في اللجان المستقلة للسلطة الرابعة، أمر بات يزعج أصحاب المهنة. الخطر تدرج كما قلت من محاولة الهيمنة على الخط التحريري، من التعيينات العشوائية والمسقطة في وسائل الإعلام العمومي، من الاعتداءات اليومية على الصحفيين، إلى ترهيب الإعلاميين. ولماذا كل هذا الترهيب؟ ولماذا وجود أسماء الصحفيين على قائمة الاغتيالات؟ لأن الصحفي تمكن من دوره الرقابي، يلعب الدور الرقابي على السلطة التنفيذية. لا يمكن أن نتحدث عن ضمان حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والأكاديمية في ظل قضاء خانع أو خاضع أو تابع. هذا ما صرحت به رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو، فالجميع اليوم أصبح في خندق واحد. السلطة الحاكمة مسؤولة مباشرة على التعدي على الحريات. يبدو أن التونسيين لا يشتركون مع هذه السلطة في القيم المجتمعية وفي الحد الأدنى من الحريات التي اتفق عليها التونسيون على مر السنين. حرية المرأة مهددة، حرية الإبداع، حرية التفكير، حرية الصحافة، حرية القضاء. حتى اللوحات الصامتة للرسام الهادي البغدادي عبرت عن المرحلة الباهتة التي تمر بها تونس، على أمل أن تصل يوما إلى شاطئ الأمان. الجالية التونسية في فرنسا تدق ناقوس الخطر على مسامع المسؤولين وتحذر من المسي بالحريات، لأنها المقياس الحقيقي للنظام الديمقراطي والدولة المدنية. للوطنية التونسية من باريس، جميلة أبو شنب. جديد